السلام عليكم اخواني واخواتي متابعي قناه عين تي في. نتواجد الان بجامعه الترابيه دير نجوي وموسم الحصاد الذي قد بدا مؤخرا بدوار نفس الصغير كما تشاهدون. هذه اله حصاد بدات مؤخرا في يعني حصد هذا المحصول الزراعي تبارك الله ما شاء الله. اذا نعود بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة العين تي في مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نتواجد الآن بالجامعة الترابية بير نجوي إقليم خريبية دوار ولاد صغير. موسم الحصاد بدأ مؤخرا. الحمد لله المنتوج الزراعي أو الفلاحي هنا يعني متذبذب بين لا بأس به والضعيف ودون المستوى في بعض الأماكن لأن تساقطات المطارية الأخيرة يعني كانت تساقطات مهمة في بعض المناطق لكن في مناطق أخرى للأسف كانت ضعيفة جدا. ولكن الحمد لله هذا فدان الفدادين دوار الولاد الصغير كما تشاهدون. آلة الحصاد بدأت مؤخرا هذه تقريبا شي نصف ساعة في حصد هذا المحصول. إذا المحصول الزراعي هنا في الجماعة يعني كما قلت يعني شوية يعني ماشي جيد ولكن ماشي ضعيف ولكن نص 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 نص. هناك بعض الفدادين اللي ممكن الماكينة تحصد وفي بعض الأماكن ما استطعتش والناس اضطروا فقط باش ينتفوا هذاك المحصول وأماكن أخرى يعني ما كانش فيها للأسف الشديد. ولكن المناطق المحادية بحال منطقة بني خيران مثلا ومنطقة ديال الزعير كان فيها المحصول جيد كان فيها المحصول يعني في المستوى كما تشاهدون. هذه احد الفدادين بالدوار ولاد الصغير الحمد لله يعني كما تشاهدون يعني هذا الشعير ولو انه رقيق ولكن العموم بعدا شويه اللهم كما تيقولوا النص ولا ما كاين تحال. اذا كما تشاهدون هذه الفدادين طوار ولا السريه الماكينه ديال الحصاد راه تحصد. اللهم بارك الله يقوي الخير. على الاقل بدا كاين شويه ديال التبن بالنسبه للبهائم ممكن حتى شويه ديال الزرع. غادي نقوم بواحد الجولة في هاد الفدان هذا هنا انعكاس ديال الشمس. المنطقة ديال ولاد الصغير الصوافة المنطقة ديال الصوافة
إلى هنا سيداتي وسادتي متتبعي قناة العين تي في، يعني أودعكم على أمل أن ألتقي بكم في حلقة جديدة في فيديو جديد من دوار ولا تصير جماعة ورا الفيديولوجية في المخرجة. أحييكم وأتمنى لكل الفلاحين وأتمنى لكل هذه يعني الناس اللي تشتغلوا في الماكينة ديال الحصاد والناس اللي تشتغلوا في البريسة في البلايا، تتمنوا لهم التوفيق يعني في الأجواء اللي هي تتعرف واحد درجة حرارة مرتفعة شوية. الله يسهل عليهم، الله يعاونهم، اللهم بارك. وتحية للجميع والسلام عليكم. لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة، إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس، تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.